الصليب لعبة ليس وزا مسيح بولي خسكيه خز مش كيلة هاد يا نفسي ممكن ولكن بغيت نسولكم واش هذا الشكل ولا المضمون؟ علاش حنا كنبقاو ديما نهتمو بالشكل ونصوتو الشباب الواعي اللي كيبغي ينتمي لشي حزب معين ولا اللي ينتمي لسياسة بصفة عامة إلا كان واعي راه كيشوف الشكل يشوف المضمون الشكل شكون كيهتم به؟ كيهتموا به واحد المجموعة كتهتم به الفيدرالية اللاواعية في التشويش فقط باش تشوش السبب ماشي هو عبارة التماسيح والعفاريت وإلى آخره، السبب فين كاين ونكونوا واقعيين هو التحالفات اللي كاينة داخل البرلمان، الشاب ملي كينتمي هذه راه السياسة ماشي جمعية ولا مدرسة ولا باش كيكون الأهم هو تنفيذ البرامج، هذه راه السياسة والسياسة مبنية على قناعات ومرجعيات، وبالتالي الشاب ملي كيلقى تحالف ديال الأحزاب في الأصل وفي المرجعيات متضاربة ولكن كتحالف راه كيضحك واحد المأزق كيبقى يتساءل وكنلقاو مثلا وسمحوا لي الإخوان ديال الهضرة الفاضلة وأنا يعني لا أعرف فيكم سر والله إلا تفاجأت لنا الهضرة الفاضلة انضمت للتحالف ديال الجوي ويعني غريب نوعا ما واحد النقطة بغيت نشير ليها سمحوا لي هي المسألة ديال الدستور كاين واحد الأخ يعني في الحقيقة عجبتني المداخلة ديالو هو ان يعني الدستور فيه واحد الاشكال وهو ان الطريقه اللي توضع فيها ما تطورش الطريقه الدستوريه علاش؟ لان مخزنيه محترمه دعت الى التصويت بينها وهذا هو ماشي استفتاء واحد الاشكاليه في الدرج قيل في هذا الموضوع هذه ان المشكل ما كاينش في الدرج المشكل راه كاين في الدرج لا يبقى ان واحد الشخص عنده 40 عام كيدخل يترشح ومي كتجي الدوره البرلمانيه ما جاي يخرج منها جاي يكون عنده 45 عام هذا مشكل خاص ضروري ما نحطوا هذا السن القانوني للحاليه الشباب بالنسبه للمرجعيه الى باقي الوقت المرجعيه كاع الاحزاب كيقولوا حتى المرجعيه اخذوا الكريت تصدر ما خلعتش